لأن القرآن الكريم لا يسمع من كثرة تلاوته، كما قال نبينا الكريم إنه لا يخلق عن كثرة الرد. بعدما استمعنا لشيخنا الزناتي ابن عبد الصمد الممدود من الله بالمدد، نعود مرة أخرى إلى قارئ يتحسس وقراءته إتقان، شيخنا مصطفى أحمد هجرس ابن قرية شبرا النخلة مركز بلبيس المعدن النفيس والقارئ الحسيس، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا
الله ينور عليك. الله ينور عليك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم
سيدنا صلاح. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا إبراهيم هو سماه
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. وفي هذا ليكون الرسول
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. سورة الحج المدنية أسمعنا وأمتعنا وأسعدنا بالتلاوة فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس ابن قرية شبرا النخلة مركز بلبيس نعم القارئ الحسيس والمعدن النفيس وهو بالقرآن خير جليس. باسم آل غنيم الأكرمين أشكر لفضيلته وإلى حضراتكم جميعا وإلى السيد النائب عبد الله بيك الرماح بخدماته التي لا تنسى وجمائله التي لا تحصى وكذلك السيد المحاسب إبراهيم بيك فوزي خليفة مدير بنك ناصر الاجتماعي وكذلك الحاج زكريا الحواط وأبنائه والسيد الحاج زايد كفش السلمون واجبه دائما متزايد والحاج عاطف البطل أستاذ الدكتور إسلام قنديل صاحب الخلق النبيل والمعدن الأصيل السيد المحاسب سامي أسعد أبو الجدايل والحاج محمود العدوي. أيها الإخوة الكرام الشكر لحضراتكم جميعا باسم الحاج عبد العليم شقيق الراحل الكريم والحاج صلاح أبو غنيم والعمدة الحاج عادل خميس والحاج السيد أبو أحمد قاضي المجالس العرفية والأستاذ محمد بهجة العزوني فراشتنا والإنارة إدارة عوف أبو عبده ببني صالح إذاعتنا إدارة أبناء الحاج ناصر بندق السناوة.